بعد ظهوره في المملكة العربية السعودية معلومات مهمة عن حيوان الزوريقاء الذي ظهر حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور قط الزبد المهدد بالانقراض في أحد جبال الرهوة بمحافظة المجردة جنوب المملكة. ويعد حيوان قط الزبد أحد الحيوانات الليلية ويتعرض للاصطياد الجائر للاستخراج المسك واستغلاله في إنتاج أغلى أنواع البن العالمي. وقط الزبد هو حيوان ليلي صغير الجسم ورشيق ينتمي إلى عائلة الثدييات، وموطنه الأصلي هو آسيا الاستوائية وإفريقيا وخاصة الغابات الاستوائية. وإليكم المعلومات الصحيحة عنه، حيث كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن بعض المعلومات حول حيوان الزوريقاء بعد تداول مقطع فيديو مؤخرا حوله. وقالت الهيئة إشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن ظهور حيوان نادر مهدد بالانقراض، تود الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى الزوريقاء. وأضافت أن هذا الحيوان ينتمي لعائلة الزبيديات من رتبة اللواحم وينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة إلى جازان، وهو ليلي المعيشة ويواجه خطر التهديد. وهذا الحيوان ذات جسم رشيق طويل وأرجل صغيرة وفرو قصير ذات لون رمادي مصفر وذيل طويل مستدير وبه حلقات متناوبة ما بين اللون البني الفاتح والأسود، ويعيش في البيئات الجبلية. ليلي المعيشة يتغذى على صغار القوارض وبيض الطيور والدجاج، وينتشر في البيئات الجبلية في المنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة إلى اليمن، ولديه قدرة فائقة على التسلق.